السعودية اللي نرحب في تواجده واللي نرحب في حضوره، وأيضا نرحب بتواجد الأخوة الزوار في مهرجان الملك عبد العزيز. أسدلنا الستار عن المنافسات الصفر اللي نتمنى التوفيق للصفر في مسيرتها. أيضا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأخوة الزملاء في العلاقات العامة، تواصل أو الآن لحظة دخول الشعل ولحظة دخول قوية جدا للشعل القادمة والمتواجدة في هذا الشوط. سلطانة الشعل القادمة مع الاسم أيضا أو أحد أكبر الأسماء المتواجدة من الأسماء الكبيرة، بدر بن داخل بن مبارك العتيبي بن طويق بعير فهد بن فلاح بن حثلين. طويق الاسم المعروف والاسم الحقيقة الجميل جدا، ومن خلال تواجده مشترى من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد. في النسخة الخامسة حصلت على المركز الأول دق، وفي النسخة السادسة حصلت على المركز الثاني دق. في المركز الأول بمزاين الكويت فردي، وأيضا المركز الثاني في جميع الألوان بمزاين قطر، والمركز الثاني في فرديات كأس العالم، منقية كأس العالم وحضور كأس العالم وتواجد هذه الفردية. حاكمة سمارات مع الاسم القوي جدا والاسم القادم بقوة، حامد بن سعود بن سمار العتيبي، سنها شاق على شقران بعير الأمير السلطان، وحضور وتواجد قوي جدا لحامد بن سعود بن سمار القادم بقوة والحاضر بقوة والمتواجد بقوة. مرعبة أيضا يقدمها حامد بن سمار، رباع بنت غرنوق الأمير سلطان بن محمد، مشترى من حنس أبا الخيل اللي نصبح بالخير على أبو فارس صاحب الإنجازات وصاحب التصريحات القوية جدا. دبوس بن مبارك اللي قدم لنا غارة سديس، والحقيقة حضور جو قوي جدا، وهي مشترى أيضا من المالك المعروف أحمد الشريع اللي حصلت على المركز الأول في النسخة في أحد النسخ حراقة الشعل. رباع بنت نزاح فعل المالك التلاد في النسخة الثالثة حصلت على المركز الثاني دق، وفي النسخة الخامسة المركز الثالث مع عبد الله بن علي الخنفور الرشيدي أيضا صاحب إنجازات شيخة الشعل. ويا هلا وغلا يا عبد الله بن علي الخنفور اللي قدم لنا الان هالفرديات الجميله. بنت المعنه بعير بن دبيل العجمي مشترى في النسخه الخامسه حصلت على المركز الخامس دق، وفي النسخه السادسه حصلت على المركز الخامس. عذاب الشعل المتواجده مع عبد الله بن علي الخنفور، واللي شفنا تواجده واللي شفنا حضوره واللي شفنا تواجد في عذاب الشعل القادمة على غرنوق بعير الأمير سلطان بن محمد، وهي مشترى من الأمير سلطان بن محمد في أول مشاركة وفي أول تواجد لعذاب الشعل. بصمة سلطانات القادمة بقوة ثنية مشترى في أول مشاركة وفي أول حضور مع فلاح بن سلطان بن عامر المطيري، والعليا سلطانات أيضا جاءت مع فلاح بن سلطان بن عامر المطيري. العليا أو العليا اسم جميل كلها تدل على العلو والارتفاع. فلاح بن سلطان حقيقة أيضا يقدم الشام خط سلطانات رباع مشترى في أول مشاركة، ناوي لك علنية يا فلاح بن سلطان. حضور وتواجد لمطلق بن صقر بن عبد الله السلي اللي قدم لنا خزام الطوافح الجزيرة رباع على طفحان مشترى في أول مشاركة لخزامة، رغم الحضور الكبير والتواجد الكبير لمطلق بن صقر من خلال إنجازاته مزعل الطوافح الجزيرة ثنية مشترى في أول مشاركة لها المزعلة اللي نتمنى التوفيق. مطلق بن صقر بن عبد الله السلي لم يكتفي وإنما يقدم فطامة رباع على غرنوق بعير الأمير سلطان ابن محمد، وهي مشترى في النسخة الثانية المركز الثاني دق، وفي النسخة الرابعة المركز الثاني جل، وفي النسخة السادسة المركز ذي الاستهداف قوي تواجد قوي. أيضا تواجد الأسطورة عرف الشعل المعروفة صاحبة الإنجازات واللي لها تواجد هذا العام حاصلة على المركز الأول مرتين في قطر، كما حصلت على كأس العالم بقطر العالمية عرف الشعل المتواجدة اللي أيضا حصلت على المركز الثاني والثالث من خلال مشاركاتها الثاني تقريبا في النسخة الثالثة والثالث في الرابعة والخامسة، بينما تقدمت في السادسة لأن تكون في المركز الثاني. وقدوم كبير وتواجد عرف الشعل مع مهنة ابن إبراهيم ابن خليل العنزي، حضور قوي جدا أيضا لكنوز الهانيات التي حققت في النسخة الرابعة المركز الرابع دق،
وهي تلاد على رسلان بعير الأمير سلطان بن سعود رباع. إذن هذه هي الأسماء أعزائي المشاهدين حضورنا الكريم، هذه الأسماء المتواجدة التي تستهدف هذا الشوط، أسماء كبيرة وحضور كبير وقوي وتواجد قوي لكبار الملاك. أسعد بأن يكون معي في هذه التغطية واستكمال مسيرة التعليق والوصف الزميل أحمد عزيز البلوي والزميل محمد ابن عمير، واللي الحقيقة لهم تواجد. حضور قوي وتواجد قوي للزملاء والحضور الكبير للملاك المتواجدين والحاضرين من خلال هالتواجد. أخوي محمد بن عمير أبدأ بالسؤال، أول شيء صبح عليك بالخير أخوي محمد، ويلا حيا في كابينة التعليق. يا مرحبا يا مرحبا، مبدعنا ومعلقنا الكبير أبو ثامر، يسعدني اليوم أنضم معك في هذه الكابينة مع قامة مثلك في التعليق والإعلام. حبيبي الله يحفظك أخوي أبو ثامر. اليوم نشوف شوط الشعل، شوط الزين، شوط الفرديات، شوط النوادر. اليوم دخول قوي الأكثر من مالك، ودخول بدر بن داخل في الفردية السابقة التي حققت إنجازات، صاحبة إنجازات، محققة المركز الأول في الدق في النسخة الخامسة، ومحققة المركز الثاني في الدق في النسخة السادسة. اليوم أول سنة لها تنتقل للجل، حققت المركز الأول مزين الكويت، الثاني جميع الألوان في قطر، والثاني في فرديات كأس العالم. كذلك دخول الاسم الكبير حامد بن سعود بن سمار العتيبي داخل بفرديتين، فردية هي غنية عن التعريف، الحاكمة من لا يعرف الحاكمة، المسيطرة والمتربعة على عرش جل الشعل منذ ما يقارب 8 سنوات أو أكثر من 8 سنوات، منذ مهرجان الملك عبد العزيز في أم رقيبة، والآن هي هذه النسخة السابعة وهي مسيطرة ومتربعة على ذلك العرش. كذلك داخل بفردية أخرى بنت غرنوق، أول مشاركة لها هذه السنة. كذلك دبوس بن مبارك الدبوس لأول مرة. خلنا قبل الانتقال أبو عمير تفضل، خلنا نتكلم عن الحاكمة صاحبة الإنجازات اللي الحقيقة اللي تعتبر أسطورة من الأساطير، واللي يعتبر تواجدها قوي جدا. وجود حامد بن سعود بن سمار العتيبي في هذا الشوط هو جرس انذار قوي جدا للملاك الأقوياء المتواجدين معنا، يعني من النسخة الأولى إلى النسخة السادسة وهي متربعة على عرش الصدارة ومتربعة على الإنجازات وصاحبة إنجازات. هل ستحافظ على مركزها في هذا الشوط أم أن هنالك انتزاع، خصوصا أخوي محمد هذه حاكمة سمارات الآن اللي موجودة واللي الحقيقة ألفناها واللي كان لها ولنا معها قصة إبداع من خلال مشاركاتها في مهرجان الملك عبد العزيز؟ الحاكمة صاحبة إنجازات، الحاكمة صاحبة سجل أبيض لا تعرف سوى المركز الأول في مهرجان الملك عبد العزيز كما سبق قلت لك من عام 1400 وتقريبا 35، وهي مسيطرة على المركز الأول. أنا ما متأكد من العام بالضبط، لكن أتوقع ذلك أنها من 35 إلى 36 حققت الفوز في مهرجان الملك عبد العزيز في مرقيبة، ثم بعد ذلك النسخة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، والآن تنافس للثبات على هذا المركز في النسخة السابعة. ليس غريب على سمارات، كانت ملك المالك المعروف حنسب الخيل طيب الذكر الحماسي في التصاريح، الله يذكره بالخير، الله يذكره، والآن انتقلت إلى 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 مالك آخر اللي هو حامد بن سمار القادم بقوة في شوط الشعل، والباحث عن الحصول على البيرق المؤسس وكذلك نخبة النخبة، واليوم مشارك بالفرديات. الحاكمة مهما تكلمنا عنها أخوي أبو ثامر صاحبة إنجازات، صاحبة ميادين، متمرسة على الميادين، كذلك لا ننسى العام الماضي منافسة العرفة لها صاحبة المركز الثاني. اليوم أخوي حسيب شهدنا دخول المالك الإبل المعروف دبوس بن مبارك الدبوس لأول مرة مشاركته إن لم تخني الذاكرة في الشعل. كنا نعرف دبوس مبارك الدبوس في الصفر، مالك إبل صاحب مراكز أولى، صاحب فرديات، صاحب إنجازات كبيرة لا يمكن التغافل عنها، يجب الإشادة بها. دبوس داخل اليوم فردية واحدة اللي اسمها غارة،
وهي على غرنوق مشترى من أحمد الشريع، حصلت على المركز الأول في النسخة الأولى فئة الدق، والآن هي الآن مشاركة في فئة لون الشعل. طيب وجود وذلك الشيء هذا خدم كثيرا، لأن بعد القرار الذي في العام الماضي الحمد لله بعد القرار في العام الماضي يا أخوي أبو ثامر أنه يجب توحيد لون، لا يوجد شيء على قولتهم مغلطاني يا شعلاء يا صفراء، يجب البت في هذا الموضوع. إن لم تدخل في شوط الصفر فتكون لازم أنها تكون في شوط الشعل. القرار هذا خدم ملاك كثير، خدم فرديات كثيرة، اليوم شفناها في شوط الشعل لأول مرة مشاركتها، مشاركة قوية جدا، كذلك منافسة قوية جدا. نتمنى الدبوس مبارك الدبوس التوفيق، كذلك معنا عبد الله بن علي الخنفور الرشيدي مشارك بثلاث فرديات. قبل الانتقال ابو عمير معلش بعد اذنك، خلينا نتكلم بالمقابل عن وجود العرفة العالمية صاحبة الانجازات اللي الحقيقة حققت مركز اول في قطر، واللي حققت ايضا كأس العالم هذا العام. ايضا العرفة كان لها تواجد قوي ضمن المثلث الذهبي دائما في المنافسات في مهرجان الملك عبد العزيز، هل سيكون طبعا لها كلام ولها تواجد قوي جدا ام تكون محافظة على مركزها اللي تعودنا عليه في هذا العام؟ كيف تشوف عروض يعني حظوظها في هذا العام او قراءة للحظ بشكل عام؟ هي ليست حظ بقدر ما هي تقديم زين، حظوظ البكرة يعني جاهزية زين. طبعا توافيق وحظوظ الرياجيل تلعب دور يا ابو ثامر ما في شك. العرفة من البكار او من البل اللي ما شاء الله تبارك الرحمن تجد تطورها حتى في مراكزها، تجد مراكزها في النسخة الثالثة كانت المركز الثاني، الرابع، الثالث، الخامسة، الثالث، النسخة السادسة تقدمت إلى الثاني في مهرجان في مركز الأول مرتين في قطر، وحصلت على كأس العالم في قطر. هي من البل اللي تتقدم وزين زينها. سلالتها بنت غرنوق بعيد الأمير سلطان محمد الكبير مشترى من عبد الله بن عويفي، مصدر كبير للفرديات والإنجازات، دائما تجد اسم عبد الله بن عويفي. مهنا وفق في هذه الصفقة، مهنا عرض عليه مبالغ طائلة، رفض البيع بتاتا على العرفة مهما كانت محبة، يعني محبة فيها وتستاهل المحبة الحقيقة. العام الماضي قام بغراء حنس بالخيل، حاول فيه حنس بالخيل، رفض البيع أبدا وأغلق الشيء هذا. قام بتأجيرها العام الماضي على شركة في الجمل مع طيب الذكر مطلق بن صقر الفطيماني، رغم ان مطلق الان موجود في هذا الشوط ايضا كمنافس في الفردي ومنافس قوي اليوم جدا. اليوم نجد شيء يعني صراحه لاول مره يكون. خلينا نشوف ايضا العالميه الاخرى المتواجده معنا صاحبه الانجازات واللي الحقيقه تعودنا على تواجدها، سلطانه الشعل اللي جاءت مع بدر بن داخل اللي نصبح عليه بالخير واللي نحييه، ايضا تعتبر عالميه. حصولها على المركز الثاني فرديات في كأس العالم اللي توجد فيه مؤخرا في دولة قطر، أيضا حصولها على المركز الثاني في جميع الألوان للمغاتير اللي حصلت عليه في مهرجان جزيلات العطاء، اللي نحيي كافة الأخوة القائمين على ذلك المهرجان والقائمين على المنافسات أحبتنا وأصدقائنا في دولة قطر الشقيقة، اللي نقول لهم شكرا بملء الفم على هذه الجهود. حصولها على المركز الثاني في الملك عبد العزيز في النسخة الخامسة كانت في المركز الأول دق واللي حصلت عليه واللي سيطرت عليه، في النسخة الثانية لم تنزل كثيرا بقدر ما هي اتجهت إلى المركز الثاني. الآن ارتفاعها من الدق إلى الجل في هذا الشوط أمام أسماء كبيرة يجعلنا نقول أنه في قراءة قرأها بدر بن داخل أو تنبأ فيه بدر بن داخل في سلطانة الشعل. بدر بن داخل من ملاك الإبل المعروفين وملاك الفرديات ومصدر فرديات، ودائما تجد اسم بدر بن داخل يتردد كثيرا في جميع الأشواط سواء في الشعل أو في الوضح. شاهدنا مشاركات له في قعدان وضح، شاهدنا مشاركات له في بكار صفر، في بكار شعل. أبو صالح من مستثمرين في مجال الإبل ومشاركين، ورجل لا يهمه، طبعا الكل يبحث عن المركز الأول ولكن لا يهمه أين المركز، يهمه المشاركة
بحد ذاتها هي المشاركة أنها تكون مجملة، ولا أغلب الناس يتردد في انتقال بكرته من الدق إلى الجل، تكون مرحلة مضرة للبكرة، ولكن بدر قدم بكرة طيبة وفردية بما تعنيه الكلمة، ونتمنى لها التوفيق في هذا الشوط وبقية المشاركين، خصوصا أنه عمرها ثنية يا أخوي محمد، يعني نعم. عمر البكرة ثنية رغم وجود رباع وجود شاق وجود أيضا سديس، توها مثنية، العام شاركت في شوط الدق جذعة، والسنة هذه ثنية أو كاسرة ثنية. طيب. اليوم لفت نظري أبو ثامر ثلاث ملاك مشاركين بثلاث فرديات، ثلاثة في ثلاثة، شوط التسعة، عبدالله الخنفور رشيدي وفلاح بن سلطان بن ملحم بثلاث فرديات، وكذلك مطلق بن صقر الطيماني ثلاث فرديات، أما حامد بن سمار العتيبي ومهنا المزروعي بفرديتين، دبوس وبدر بن داخل هذولا كل واحد فردية. هذولا يطلقون طال عمرك بدر بن داخل ودبوس يطلقون شعار أيضا وحدة تكفي، الآن نشاهد تواجد العرفة وحضورها، يقولون هذولا وحدة تكفي، يعني خلاص وحدة هي اللي جاهزة واللي موجودة وإن شاء الله أنها تكفي، كأنهم يقولون هي بالكيف وليست بالكم. نعم، وجود بصمة سلطانات الحاضرة والمتواجدة اللي نشوف حضورها، ووجود أيضا شيخة الشعل بصمة سلطانات مع فلاح بن سلطان بن عامر المطيري، اللي الحقيقة أيضا أحد الأسماء الكبيرة اللي ما راح ننسى مشاركات أبو سلطان ولا تواجد أبو سلطان. شوط الثلاثة في ثلاثة أو شوط التسعة، خلينا نسميها التسع جواهر الموجودة والحاضرة، راح نتكلم عنها إن شاء الله أبو عمير، ولكن عندنا طبعا حامد بن سعود، نشوف الآن تواجد حامد بن سعود بن سمار، يعني ما شاء الله تكلمنا عن حاكمة السمارات أو الحاكمة المعروفة، الاسم المعروف، راح نتكلم على مرعبة وحظوظ مرعبة من خلال تواجدها، كنوز الهانيات هذه اللي قدمها مهنا بن إبراهيم بن خليل المزروعي اللي نعتبرها المؤازر للعرفة، فهل ستكون كنوز بديلا للعرفة في يوم من الأيام؟ كنوز الهانيات الحقيقة اسم أيضا قادم له تواجد له حضور، خصوصا أنه اختيار مهنة لكنوز القادمة والمتواجدة هو مبني على 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 دراسة، ومبني أيضا على تقديم فردية قد تكون مكافئة للعرفة المشهورة على رسلان بعير الأمير سلطان بن سعود، اللي نصبح بالخير على سمو الأمير سلطان بن سعود، اللي يعتبر مصدر من مصادر الزين، واللي يعتبر الحقيقة بنك من بنوك الإنتاج، واللي أيضا نعتبره خبير في شؤون الإبل، ومن الحقيقة من الرجالات اللي قدموا واللي أثروا، فشكرا لسمو الأمير سلطان على جهوده. كانت في المركز الرابع في النسخة الرابعة في الدقة، الآن يقدمها في هذه النسخة في النسخة الاستثنائية. حامد بن سمار العتيبي قدم لنا أيضا مرعبة القادمة لتكون الرديف لحاكمة أيضا، كأنه في محاولة تصدير اسم جديد، وكأنه يصدر هالاسم الجديد اللي نشوف تواجدها واللي نشوف حضورها أيضا على سلالة غرنوق، السلالة اللي أثبتت تواجدها في أول مشاركة لها في الفردي. أبو عمير، كيف تشوف مشاركة مرعبة الآن على غرنوق، على سلالة غرنوق السلالة المعروفة؟ بلا شك سلالة غنية عن التعريف، طيب الذكر، الأمير سلطان محمد الكبير هو مصدر كبير للفحول للفرديات للإنتاج للزين، أكبر داعم للبادية وللإبل والمزاينات ولكل علم طيب تجده عند الأمير سلطان بن محمد من غير قاصر في البقية، بلا شك هو منبع للنوادر ومهتم كبير في سلالات الإبل خاصة عليان وغرنوق، هو من أنتج وأظهر على الساحة غرنوق، هو من أظهر على الساحة عليان سلالات أصبحت الآن مثل الماركات الغنية عن التعريف. شوف أخوي أبو ثامر البكار مرتنا عن التعليق كأنها تقول وقفوا قليلا والصمت في حضور الجمال، وش يقولون أبو ثامر؟ جماله عذاب الشعل اللي أيضا متواجدة مع عبد الله بن علي الخنفور الرشيدي، راح نتكلم إن شاء الله عن هذه الفرديات الآن، تواجدها وحضورها قوي جدا عذاب الشعل. شيخة الشعل هي الأخرى اللي قادمة أيضا مع عبد الله بن علي الخنفور الرشيدي، عذاب وشيخة وحراقة الشعل، ثلاث أسماء قوية جدا يقدمها ومتواجدة الحقيقة بجوار عبد الله بن علي، قدم لنا سلطانة الشعل، عذاب الشعل، المتواجدتين سلطانة الشعل على يا طويل عذاب الشعل على غرنوق بعير الأمير سلطان بن محمد، وهي مشترى في أول مشاركة، حضور قوي جداً
وتواجد قوي. شيخة الشعل حاصلة على المركز الخامس في الدق، وحافظت عليه في النسخة السادسة على بنت المعنة بعير بن دبيل العجمي، أيضا صاحب الأسماء القوية جدا، وهي أيضا مشترى حراقة الشعل. رباع بنت نزاح فهل يعود للمالك؟ نتمنى التوفيق لحراقة الشعل. نجي لأبو سلطان أيضا المشارك العالمي والحقيقة اللي له تواجد واللي له حضور، فلاح أبو سلطان ابن ملحمة اللي قدم لنا ثلاث فرديات تعتبر هي الأجمل. فلاح بن سلطان الحقيقة من الأسماء المنجزة اللي في رصيده إنجازات واللي له تواجد، يقدم لنا بصمة سلطانات ويقدم لنا أيضا عليا سلطانات ويقدم لنا أيضا الشامخة سلطانات. الجميل جدا في فلاح، الله يطولنا في عمره بن سلطان ويجزاه خير، الغريب جدا أنه في المشتريات لا ينسب الحلال اللي هو يشتريه حتى لا يقع في إحراجات المشترى. شوف ابو سلطان ما ينسب سلاله الا هو متاكد منها. نعم. وبعض المصدرين للفرديات او للبكار او للابل مزاين، يعني اذا سالته يقول لك سلاله غير صحيحه او ما يدري عنها او يجهلها. الغريب كذلك فلاح ابو سلطان مشاركته هي لاول مشاركه عندنا مطلق بصقر فطيماني. جميل جدا، هذه الشخصيه جميله جدا والكلام عنه. عنده فطامه لها مشاركات لها انجازات في هذه النسخة، اليوم شوط ناري ما بين الإنجازات وما بين اللي أول مرة تشارك. إذن كما شاهدتم أعزائي المشاهدين، شكرا لمطلق مصقر بن عبد الله السهلي ثلاث فرديات قدمها في هذا الشوط. تشاهدون الآن عودة لجان التحكيم في مرحلة التحكيم والانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم. نتمنى التوفيق للجميع. أسدلنا الستار عن مشاركات الشعل فردي جل هذا اليوم. الآن أعزائي المشاهدين حضورنا الكريم، ننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير. تحت كاس المؤسس تتحد رايات قبايلنا، أوطن واحد شعب واحد وتاريخ مضى ينعاد، تراث ما حفظ مسيرته والله حافظنا. شكح حمر وشعل جد